السلام عليكم. إن شاء الله اليوم بدي أسوي لكم كيكة البرتقال على بركة الله. هنحط عليهم الفانيليا، هنحط عليهم كاسة السكر، كاسة زيت عادي، نضربهم بالخلاط. هنضربهم بالخلاط بشرنا البرد قدين بالشكل هذا، شايفينه؟ احنا عايزين بس الكمية هذه نحطها على الكيك عشان تعطينا طعم يعني لذيذ للبرتقال، كيكة بالبرتقال. هنحط عليها كاسة البرتقال اللي احنا ايش عصرناه وبشرنا الجلدة بتاعتهم هذه، بعدين عصرناه. طبعا كل مكيالي انا كاسة واحدة زي ما انتم شايفين. هنحطه كده، هنحط هذا العصير البرتقال على الخلاط. بسم الله الرحمن الرحيم، ونفتح الخلاط مرة تانية. جبنا كاسة الدقيق، لازم ننقل الدقيق، لازم نحط عليها معلقة كبيرة بيكنج باودر، لازم ننخل الدقيق. هنحط عليه البرتقال اللي بشرناه، كمان هذا اللي عصرنا فيه البرتقال. بعد ما ضربنا المزيج بالخلاط حطينا دخلنا الدقيق، حطينا عليه البيكنج باودر، وحطينا عليه بشر البرتقالة واللب تبع البرتقالة. هنجيب المزيج اللي خلطناه نبدأ نصبه على الكيكة. لما ننزل كل الكمية اللي بالشاف، شايفين؟ نبدأ نخلط كده زي 3 دقايق، وبعدين هنصبها في الوعاء. طبعا لازم لما تيجي تخفقوا وتصبوا الخليط على الدقيق لازم يكون الخفق على اتجاه واحد، ما بينفع اعمل هيك، لازم خلاص يمين يعني يمين، ما بينفع ارزع الوعاء كده أدقه في الطاولة، لا يعني كله هذا بيسبب طلوع الهواء من الكيكة. على بركة الله هنصبه على الكيكة. شوفوا هذا الوعاء تبع الكيك اللي هنعمل فيه الكيك، هنحط فيه زي معلقة زيت، شوفوها معلقة زيت، هنحط عليها برضو معلقة دقيق، وحندهن الوعاء هذا كله بهذه الفرشة نجناب وكله من هنا وكل هاتوا عشان حنحط الكيكة عليه. على بركة الله
بعد ما حطينا الدقيق على الزيت ودهنا فيه قالب الكيك، هنصب الآن عليه الكيك. بسم الله الرحمن الرحيم، هنصب الخليط. ما بينفع نعمل هذه نعملها هيك، ما بينفع نحرك باتجاه اتجاهين، لازم اتجاه واحد عشان تكونوا عارفة. حتى هذه المغرفة ما بينفع نتكها هيك علشان ما تتحرك ولا اشي من الفقاعات اللي هي في الكيكة، وهذه هو سبب نجاح الكيكة على بركة الله. هدخلها بالفرن، هنفتح الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم، هنحط الكيكة في وسط الفرن على بركة الله، وتكون الكيكة تقعد في الفرن تقريبا 35 دقيقة ل 40 دقيقة، وبعدين هنشوف. نحن هنجربها بنخالة تاعت الأسنان، هننزلها أو سكينة، وإذا طلعت ناشفة فهي بتكون الكيكة صحيحة. ما شاء الله تبارك الله، شايفين بدأت ترتفع على بركة الله. هنجرب الكيكة ونحط نجربها. تمام، هذه هي الكيكة بعد ما طلعناها من الفرن. استنى عليها تبرد شوية وبعدين هنقلبها. بسم الله الرحمن الرحيم، البرتقال تبعتي هستنى عليها بس تبرد شوية وبعدين هنقولها في صحن التقديم. كيكة البرتقال اللي عملتها استوت اللهم لك الحمد، وطلعتها من الفرن خليتها شوية تبرد على شبك، وبعد ما رفعتها من الشبك حطيتها على الصحن التقديم. بالنسبة للي انتو شايفينه هذا باقي الكيك اللي الدقيق اللي حطينا، مش حطينا زيت وبعدين حطينا دقيق نمسح فيه القالب الكيك، هو هذا الدقيق. هنرفعه واوريكم اياه بعد هيك. بعد ما شلت اللي كان هنا من بواقي الدقيق اللي على مع الزيت، هقوم بتقطيعها. بسم الله الرحمن الرحيم، هاي الكيكة قطعناها وحطيناها هيك بالشكل هذا. اوكي، نضغط عليها. اما ريحتها ايش في البيت، ما شاء الله تبارك الله، زي ما انتم شايفين. ممكن تعملوها وتاكلوها مع الشاي ولا القهوة على بركة الله. شوفوا ما شاء الله تبارك الله، شوفوا ما شاء الله تبارك الله، شايفينها دسمة. الله، لذيذة. لا تنسوا تعملوا لي لايك، تبدوا اعجابكم بهذا الفيديو، وتفعلوا الجرس وترسلوا لصحباتكم.